بسم الله الرحمن الرحيم. هو فيديو جديد على قناتكم مصادر الحياة، والتي تهدف إلى الحديث عن بعض الأمور ومعالجة بعض الأشياء الاجتماعية الاقتصادية. فهي قناة بالدرجة الأولى في شؤون الحياة، وشعار القناة هيا بنا نحيا الحياة. ومعكم أبو الحسن عبد الله صاحب قناة مصادر الحياة، والنهاردة بنتكلم عن موضوع كيف نتغلب على الخجل، وهي مشكلة تواجه بعض الشباب والشابات. هذه المشكلة في الحقيقة هي تأتي نتيجة ثلاث أسباب. السبب الأول هو عدم الثقة بالنفس، والسبب الثاني وهو عدم القدرة على التعبير، عدم القدرة على التعبير لعدم يعني إتقان الشخص الشاب أو الشابة للحديث، وعدم المقدرة على التعبير في بما يقول في خاطرها أو التحدث في موضوع ما. السبب الثالث ممكن يكون عيب في التربية، وده بيقع في بعض الآباء. عندما يتحدث الطفل كل همهم اسكت، يا ولد ما تتكلمش، عيب. فهذا الكبت الذي نربي به الأبناء عن غير قصد طبعا بيربي في الطفل عدم الثقة بالنفس والخجل وعدم الحديث. طيب كيف نتغلب على هذه المشاكل إذا واجهت الشاب أو الشابة أو الفتاة؟ بنتغلب عليها أولا وقبل كل شيء الثقة بالنفس. يجب أن تثق بنفسك أولا، تعترف بالمشكلة، ثم تثق بنفسك أنك قادر على حل هذه المشكلة، بمعنى أنك تكون مصمم على أن تتخلص من هذه العادة وهي عادة الخجل. تاني شيء أن تواجه المواقف، يعني عندما يواجهك موقف حرج لا تبتعد، بل صر وصمم على أن تواجه هذه المواقف الحرجة مهما يكن الأمر. نجحت في التعبير أم لم تنجح، نجحت في شرح وجهة نظرك أم لم تنجح، مرة بعد مرة سوف تنجح. ثالث حاجة التركيز في الموقف، يعني في موقف معين انت خجول منه، ركز في الموقف، ابحثه بينك وبين نفسك، ثم حضر ما يمكن ان يقال، ثم ثق بنفسك انك تستطيع ان توصل ما في نفسك الى الاخرين. الشيء النقطة الأخرى، لا يجب أن تحدث نفسك أبدا، يعني وقف الحديث بينك وبين نفسك. والحديث بينك وبين نفسك، أنا ما أقدرش أواجه، أنا خجول، أنا ما أقدرش أتكلم، أنا ما أقدرش أقول، أنا ما أقدرش كاني. هذا الحديث يجب أن يتوقف، لأن حديث النفس هو الذي يسمى حديث العقل الباطن، طبعا خطير خطير جدا، وإحنا إن شاء الله سوف نتحدث عنه في بعض في المستقبل بإذن الله في أحاديث أخرى. فالعقل الباطن دائما يوجهك بما تمليه عليه نفسك أنت. فإذا حدثت نفسك كثيرا أنك خجول تقدرش، فهذه الأحاديث سوف تكون عندك عقدة نفسية، وثم بعد التكرار والتكرار والتكرار تصدق نفسك
وتصبح انك فعلا ما انتش قادر بالرغم ان ده ليس صحيح. فرجاء قف الحديث مع النفس، تتوقف تماما الحديث مع النفس. النقطة اللي بعد كده هي من أسباب الخجل إنك خايف من الناس وحكم الناس وكلام الناس. لابد أن تعلم تمام إن ليس كل شيء يرضي الناس، يعني مفيش شيء في الدنيا راضي عنه كل الناس، ولكن الرضا بنسب. وإنت يعني عندما تثق في نفسك، لا أقول لك أنك لا تهتم بالناس، ولكن ثق تماما أن هناك من يرضى عنك وهناك من لا يرضى عنك، سواء كنت خجول أم غير خجول، فلا تلقي بال للناس وكلام الناس. نقطة أخرى، عندما تكون في حديث أو في بعض الناس بتتحدث معهم، بادر بالحديث، لا تخشى شيء، تكلم بشجاعة، عبر عما في نفسك، اشرح وجهة نظرك بما يتراءى لك وبما يعني يتاح لك من التعبيرات ومن الكلام، بدون خوف وبدون لجلجة وبدون تكلف في الكلام. اتكلم بطريقة طبيعية تماما، وثق ان الكلام الطبيعي ده اقرب الى الوصول الى الناس والى عقلية وتقبل الناس. الشيء الاخر لكي تتخلص من عادة الخجل، حاول ان تختلط اكثر بالناس يعني الذين يتحدثون في مواضيع هامة. حاول أن تسمع، ثم حاول أن يعني تشرح وجهة نظرك بعد الاستئذان منهم، وقل لهم رأيك إيه في اللي أنا قلته، رأيك إيه في وجهة نظري، ولا تغضب أبدا إن اختلف الناس معك في وجهة نظرك أو عارضوك. فدي طبيعة البشر، فالاختلاف في وجهات النظر وفي الأحاديث واردة. طريقة أخرى ممكن أنك تلقي يعني تحضر موضوع ما تتكلم فيه، زي مثلا تسجيل صوتك، سجل صوتك اتكلم، حاول أنك تسمعه، حاول انك تصحح الاخطاء. تخيل ان الناس امامك او قدامك مجموعة من الناس وانت تتحدث عنهم في اي موضوع، يعني اخترع اي موضوع، شوف اي موضوع، حاول ان تتحدث في هذا الموضوع وكأن الناس امامك، يعني تخيل ان الناس امامك ثم تحدث في هذا الموضوع وانطلق. هذا يديك تدريب عملي جميل جدا لمواجهة الناس و الحديث الى الناس. الخجل ليس عيبا في حد ذاته، ولكن اذا زاد عن الحد بيكون نقص في شخصية الانسان. والخجل او يعني ده صفة من صفات العظماء، ولكن في المواقف التي تحتاج إلى الخجل. ولكن الخجل إذا كان في كل المواقف فهذا طبعا يعتبر عيب في الإنسان. أتمنى بعد هذا الحديث أن احنا نكون وفينا الموضوع. وإذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة. إذا عندك أي أسئلة اكتب في التعليقات وإحنا إن شاء الله هنرد على أي سؤال. لا تنسى الاشتراك في القناة، ولا تنسى دعمنا بلايك، وإن شاء الله سنواصل بإذن الله تعالى حتى نكون هناك ود
واتصال بيننا وبين المشتركين في القناة بإذن الله تعالى. وفي نهاية حديثي أتمنى لكم كل سعادة وصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.